أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نسمع من بعض طلاب العلم من يقول بأن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله فيه بعض التأويلات، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما هذا هو كذب، هذا كذب. تفسير ابن كثير ليس فيه تأويلات للصفات، وإنما هو على منهج السلف. وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المحدثين الكبار، فهو إمام جليل ومعتبر وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، تفسيره موثوق. نعم.